دادك واناكسن با قدرية ربضانت إيه وقتية دا فضلق بضان لي وحق قدرية دادك في عن أهل الخير كا لغو أفرو تمر وليبا تردمان هدو قفكو واينا إنو بيها كو أفرو أنيقا صبحي صلاتك ع نفتان صحايا سجود برا سوى صحوة دادك تاي سوى صحوة دادك تاي حفت بودالا حدا دارقتو ما أردين موت القرآن كودا تجويدك تربية أخلاق دو ناكسن تهينا دي معلم في عن أو قدواء أو موتاي مربية إياي أكدن بي أردي وحان ناي أقانتي علمي لغو بابي بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين مركا انت ناسي نو واللي او كتابك القران كقرصده او حفظه الى هي وحفظي دو دما دو ريك اسراري دوري سافد حساء دو غريسا الى عيالك لو تبرسونك شن عشاء انه كصامه لو عشاء انه كصامه انه كيت دوجي دافي انه لو عشاء كصامه صدق عشاء كصامه واي وا توبر ولا ليو توبرن ياوي ولو توبر يا الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الأمن والإيمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كذب إلي بام هذا أردن سكله الله منعم كأه إن أقول الله يسن عموين فربضا وإن أنترين كرينين الحمد لله ثم الحمد لله إن أنت كذب ساك أو خميس أه ساعدها كوبا وحن نسكن من أي مكان كان بركيسا قري كم إذا قري يا إلهي كم إذا أهل الكيلة سبحانه وتعالى وجه عري هاي مساجد ديسا إن إنه حقا يسلق هذا النوع حفلة دا رغم ما قعد راي حفل استقبال شهر رمضان ها حفلة دا سودوين تا بشا بركيسا إيه رمضان إن ودكت هنا فودي نقص هاي إن شاء الله تعالى ودقون كذي يا نحريست ذي يا نعمة ذي يا هرك ذي وين صار صارن رب سبحانه وتعالى عفنا هنا وقارسيو تاسين السود وين إن شاء الله تعالى سواء كلا يا طو انت انا هذا الكفرفورين ما دام بيننا بلشا مسلمين اه وحنا كسو دوين دونا ارض كم اذا ارض اذا وانه اخر ايات من ذكر الحكيم ولكن محمد عبد الرحمن محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يضيقونه فدية طعام مسكين فمن تضوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم الخيرات يتسابق فيها الموفقون
بأنواع الداعات الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فله الحمد في الأولى والآخرة كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه له ما بين أيدينا هو الأول والآخر والظاهر والباطن على العرش استوى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما تحت ثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أول سابق بالخيرات أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله والعليال سيدين ودوكسون هاي قد أظلكم شهر كريم وحين سوهر بل آدي آدو قيمة بضن فرض الله سيامه إلهي وفر لي علي مركاسون كيدن وفر لي علي فكيف نستقبل به هذا هو حيث ويدين السيديبين وسودوين محاين كو قابلنا أيا مركا مهيمين نسويدين أولا أيها الإخوة ندعوه إلهي بانبرينا مركا كوبات أن يبلغنا رمضان إنو إلهي رمضان تينغو قارسيو بالعافية والخير خير يوناقي عافي ما تغب إنو إلهي نغو قارسيو ويمكننا إلهي إنو إنو مكانيو إنو سورتقليو بلطفه إلهي نحريستي سدرادد داعة الله إلهي داعدي سينو إلهي إنو سورتقليو وكان صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يبشرهم صحابة بشارين جري مسلمين بقدوم هذا الشهر بشان سو قلد أيوه بشارين جري النبي عليه الصلاة والسلام وحوين والاليال بشاني وحوين والاليال وشهر التقوى وبشع لك عبس قوية قال الله تعالى إلى وحر يا أيها الذين آمنوا واركوا إيمانك له يا أيها الذين آمنوا كوا إيمانك له إلهي أدوميس مركو أغدى واقو كوا إيمانك له مركو إلهي يراهدو وشرف ويان إلهي سبحانه وتعالى أوكو شرفي ودتك إيمانك له أدوكو قدري وامارته وشرفانته ويان كتب عليكم الصيام صوان كبا ليدن كوا جبيي كما كتب على الذين من قبلكم سيدي لوغو واجبيه ومدين نغا هوريبا ومدين نغا هورينا صوم واجب بو كو لكن هكل دوانادو سيدا لو صوميو لكن واجب بو اها ومدين نغا هوريي سيدا هادبا ما خا ليدين كو واجبيه لعلكم تتقون وحد مارتي الهي سبحانه وتعالى اناد كعبستان دراديد او التقوى يا الله كعبسي عاد كهشان أيا ليدن كو واجبيي وهي شهر أنزل فيه القرآن بشا شرف وحوغو فيلمبا إنو إلهي سودجيي قرآن كريم كا شرف تله إنو إلهي سودجيي بشاسي وحي اسكوغو يمدي وحيالا فربادن أو مركا شرف أيا بشا اسكوغو يمدي أو كمدي إنسان القرآن قرآن كإنو إلهي سودجيي بشا اندحديدا سدو كالي من سام إيم وعلم بدن وبشارة أي الله ينوش يا من سام إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه قفك الصومة إسق أو رميسا أو أجرنا إلهي كجربا ها ذنب جيس وحيه الرئي بالله دافا ذنب جيس وحيه الرئي يا الله دافا أو أنا نهين كبائرة أنا نهين إلا ذنب كبائرة وحوي نسق توبة يوبهين يا
dembiyadii kale weeye waman qaama fiihi qofkii istaaga rabadaanta dhexdiisa waaya cibaado isu taaga iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi waxaa loo dhaafaa dembigiisa kow waman qaama fii leylati lqadri haddana waxaa la yidhi leylatulqadriga cidda istaagta hee waxa weeyaan waa loo dhaafaa dembigiisa kow leylatulqadrigu waa habeenka fadliga badaneed wada ogtihiin waayaay waxaa kaloo jira tudaacafu fiihi lxasanaat rabadaanta ajirada waa la labanlaabaa aa wakhtigii aan rabadaanta ahayn si ka badan ayaa ajirka loo labanlaabaa can abi hureyra radia allaahu canhu qaala wuhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam idaa kaana awalu leylatin min shahri ramadaana marka ay ahaate buu yidhi habeenka ugu horeysa bisha rabadaan hee habeenka bisha ugu horeeya bisha rabadaanta markay ahaato sufidat ishayaadiin shayaadiintii waa la silsiladaya oo la xidhxidhaa wa maradatuljinni wa quliqat abwaabu nnaar shayaadiintii sharka qofka ku kicinaysay ee xumaanta qofka maaragtay de ku waay kicinaysay ee waa laga xidhaa yacni bishan inay khayr badan tahay wixii xumaanta kugu ridayeyna waa lagaa xidhay oo shayaadiintiiya waaye iyo jinka maradeedu wa quliqad abwaabu nnaar albaabkii naartana waa lagaa xidhay falam yuftax minhaa baabun albaab mid ka mid a albaabadaana lama furo ilaa ay ka baxayso rabadaantu wa futixad abwaabu ljannati falam yuqlaq minhaa baab albaabadii jannadana dhammaantood waa la furay albaabna lagama xidhin ilaa maartay rabadaantu ay ka baxayso wa yunaadii munaadin mid dhawaaqaaya dhawaaqaya xaggay ilaahay ka dhawaaqaya muxuu odhanayaa yaa baaqiya alkhayr oo habeenka ugu horeeya waar kii khayrka doonayayow hee aqbil soo qaabil waa kan wakhtigii markaa khayrka la kasbanayay soo qaabil buu odhanayaa wa yaa baaqiya shar kii sharka doonayayowna aqsir gaabso oo sharka ka joogso buu odhanayaa waa ka moogtahay maxaa aaday malag baa xagga ilaahay ka dhawaaqaya oo sidaa odhanaya welillaah ayuhaalmuuminuun bal dhegaysta waxa weeye welillaahi cutaqaa'u min annaar ilaahay wuxuu leeyahay kuwa naarta laga xoreeyo haa rabadaanta dhexdeeda ilaahay waxa u sugnaaday kuwa naarta laga xoreeyaa u sugnaaday oo waa goorma wadaalika kullu leylatin min ramadaana arrintaasina waxay dhacaysaa habeen kasta oo rabadaan ka mida ilaahay dad naar mutaystay ayuu ilaahay naarta ka xoreynaya u dembi dhaafaya ma fadli ka weyn baa jirataa wa fiihi leylatun waxaa ku jirta markaa oo kale rabadaantii habeen ayaa ku jiro leylatulqadri la yidhaahdo khayrun min alfi shaari oo kun bilood ka khayr badan kun bilood buu ka khayr badan yahay kow alfi shaari waidaa kaana haadaa fadluhu walaalayaal haddii uu kaasi yahay fadligiisa famaadaa nastaqbilu lahu famaadaa nastaciddu lahu maxaan haddaba ugu diyaar garoobaynaa waayo dhowr qodob oo kookooban ayaan ka sheegay insha allahu tacaala qodobka koowaad waxa weeyaan walaalayaal anniyatu saadiqa waa inuu qofku la yimaada niyo maartay run ah waaye maxaa yeelay niyadu way khayr badan tahay sida la ogyahay qaala alxaafid ibnu rajab wuxuu yidhi waaye xaddu lcaamili min camalihi xaafid ibnu rajab alxambali sheekha la yidhaha ibnu qudaama waa sheekha ay muqniga lahaaye waxa uu yidhi xaddu lcaamili min camalihi qofka maaragtay nasiibka camalkiisu waxa weeyaan buu yidhi oo ka helayo camalkiisa wuxuu ka helayaay niyatahu niyadiisa weeye fa in kaanat saalixatan hadday niyadiisu wanaagsan tahay falahu ajruhu buu leeyahay wa in kaanat hadday tahay faasidatan fa calayhi wisruhu markaa niyada weeyaan arrintu wa qaala wuxuu yidhi daawuud daayi waaye ra'aytu alkhayra kullahu waxaan arkay buu yidhi khayrka dhammaantii innamaa yajmacuhu xusnu niya khayr oo dhan wuxuu ku jiraa buu niyada wanaagsan ayuu ku jiraa buu yidhi kow qodobka labaad waxa weeye walaalayaal attawba assaadiqa waa inuu qofku la yimaado toobad keenaa waa inuu qofku toobad keenaa oo toobada jadiidiyo
ويتضمن ثلاثة شروط صدح شردي باي كوب سنة ساعة وهي ما ركتي توبة داس وكو وحويان هرتا إنو قفك كتوبتك إنو كقعو دنبي كستاو سميني يي وإنو كجوكس دا الإقلاع عن الدنبي وي وعسم القلب على أن لا يعود إنو قعان كقاتا إنو دنبي كا كنو قنينين مردن بي والندم عليها والاستغفار إنو كمرقودو كدبنا مارة استغفار إلهي كوي ديستو تاوي يا ولا لا يا أنا تصدح هذا وحوية معوله الطائب معايا لحديثكم حوى الطائب من الدنب كمن لا دنب له قفك الدنب جيسي كتوبت كيناي واسدي قف الدنب لهين وكله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة إلهي بأنه قد وقوحي واركوا إيمانك له إلهي توبت كينا توبت رنا وصدح وحوى ينقضك الصدح هذا والعليال التخديد وحوي يعني إنه قرشة استوقفكو إيه وياي أو قرشة سمايو معايا لإن بلوغ رمضان نعمة كبرى رمضان إلهيكو قرسيو والنعمة أدوين وين ولا ليا وإنما بقدرها يقدرها حق قدرها وإن الله قدره وحق قدره وحق قدر كذا نسية إيه الصالحون dadka wanaagsan ba qadariye rabadaanta iyo waqtiyada fadliga badan leh waxa qadariye dadka fiican ee aanu khayrka ayaa qadariye ko walakin ya walakin hasaya shay walaalaya yahsulu akbar faa'idatin alayhi faa'idada ugu weyn waxaad ku helaysa bi aan tu khaddida wa inaad qorsheysato nidaam sax ah aad maartay ku tala gasho mina waxa kamida walaalaya waxyaalaha moogtay loo baahan yahay kasratu du'a إلى إمارت بريدي سينات بديسو في هذا الشهر ويا وقت والبا ويا خاصة بشهر رمضان إن أدله آد بريدو ويا مركشانات الحذر من المعاصي دمبي ذينات مارتي كديكتوناتو محايا لي دمبي قال لي ما در رمضان تدحديسة وكدم وكحوية هاي دمبي ذا حلي ذا كرل لي ما دو محايا لي حلي خير كل لي من يبغى هذا دونا دناك لو دكتي marka way ka adkaanaysa ko sidoo kale ay yarhamo waa inuu naxariisto qofku cibaadahu cibaadallah adoomaha ilaahay intii uu naxariisan karayo oo wuxuu qaban karaa almuhtaajin haduu maartay wax ku dhaamo waa inuu naxariisto aliksaru min dhikrillah dhikriga ilaahay guud ahaanba waa inaad badiso dhikriga ilaahay uu farabadeeyaa walaalayaal dhikrigu waxa weeyaan ma aha quraanka la akhriyo waa dhikri tasbiixdo la akhriyo waa dhikri وعبادة صلاة لتكذا ودقري معناه ما لما تركوبي كرو دقري قيلة قدهان بينات بسطو الاكثار من قراءة كتاب الله كتاب قيلة إنا داخره التقوى من الله إلهي سبحانه وتعالى إنا دقر عبسطو مارة النمبا وحيد الشاعر ونكسن يا نفس قد أسف الرحيل وأذلك خذب الجليل وحيد نفتي سول الله يا وحيد نفاي guuritaanki u dhawaaday arin aad u weynna way ku soo hareysay dhibaato aad u weyn oo waa geeridii demoqta dhimashadii fatahayyi ya nafsu nafay diyaar garow la yal abika al amal al dawil yaanu kugu ciyaarin buuri diilada dheer fala tadrukan al bimansil walla waad ka tagaysaa buuri mansil yunsil khalil al khalila way qofka saaxiibkiina saaxiibkiisa uu iloobiyo ayaa tee saabuuri meel baad tagaysaa oo degaysaa ninka saaxiibkii saaxiibkiisa uu iloobayo walaayarkabanna calayka min asara walle waxa ku fuuli doona buu yidhi hee ciidda xaggeeda saqalun saqiilun culays aad u badan oo ciidda ka mida ayaa ku fuuli doona dee waad ogtiinoo qabriga marka lagu rogayo dee waad aragteen waaye kow ayaa qofka fuuli doona buu yidhi waaye qurina alfanaau bina waxa laynala xidhiidhiyey buu yidhi he inaan moogtahay dhammaano oon tegno famaa yabqa alcasiisu wala adaliilu waaye mid waaye sharaf leh iyo mid dulliyi midna ma hadhaya buu yidhi dhammaan waa dhamana waa la dhimanayaa laa tacmur waaye kow laa taquranna waaye laa tacmuri dunyaa buu yidhi laa tacmuri dunyaa war adduunyada uun ha camirin falaysa ila albaqaa'i bihaa sabiilun maxaa yeelay adduunyadoo lagu baaqi noqdo waddo loo mara ma jirto
ودا لو مرو ما جيرتو ولا ليال واخيرا ونعرف او دنبينتا ولا ليال وحين اوكسونهي داد بدن او كانوا معنا في رمضان الماضي رمضان تي هوري تكتي داد بدن ولا لينو ان لا جوغي ايينو اوغين وليس معنا وما انتنا اننا هين كوين لا جوغا تاسينو اوكسونهي كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين اهل وجيران وخلان افناهم الموت وحوري مركا ام سامارت دد اي مارت صاحب داي صومين وايه او ما مشار كاغا اما صاحب كا اما موت ادا هيدين وايه او امانت جوجين افناهم الموت موت كي ايا دمي واستبقاك اي بعدهم اديغا لغو ريبه جوجا وا لغو ريبه اديغنا وحيا فما اقرب القاسي من الداني والله وخري مخا اوغ دوان بدن واي كفغاده يا دنتي كني مارته دوي كدوينا وا كنول ميكا يعني كاسينا وا كفغاده والله وا اسكو دوي او ادنا مالين دوون با تگيسا ويان معنا تاسا ويان ولا ليال وا اسكو دوي هيني واي ارين كاسي وخا ويان وخوري فكم من مستقبل يوما لا يستكمله إمي سوقف مالين قابل يا بودي مالين تانا أنا ودي ميسني مالين تامر دم ميسنا يو كو ومعمل غدا مد باشرة فبريد ديلنا وبري بعد قاعد سايس ليه هاي لا يدركه ما قاعد يو إنكم لو أبصرتم الأجل ورهدا ذرك لهيدين أجش ومسيره مسير كيس لا أبقتم الأمل وغروره وحدو عرون لهيدين إدي ديلا ذي دقيتان كيس هذا عرون لهيدين قال عمر بن عبد العزيز وحوري إنكم لم تخلقوا عبسا ولم تدركوا سدى وحوري وعيار عيار ليدين ما أبورين بلاشنا ليدين مكانين وإن لكم معادا وحيدين هذا وقت ينسل الله فيه للفصل بين علي عبادي وقت بات شربوا إلهي سبحانه وتعالى أسوى دقدونه أدوميه سينو كالصارو فخاب وخسر وحهوغي او قول در رئيستي من خرج من رحمة الله قفك كدح بحن حريست إلهي التي تاسو وسعت كل شيء شيء كستو واسع نقطي نحريست إلهي بلاران قفك كبحا ايميلنا كسو قلي وايا كاسا يا قول در رئيستي كو كاسو مركا وحرم جنة جنة اللقا حرام يلو عرضها السماوات والعرض او بلركيدو ليغي سماوات كي ارلاد مي لغا حرام يلو الا ترون ميي نادركين انكم في اسلاب الهالكين وارنا دوديت مارتي تگي يا ابيال تگي اناد كسو جيدان مي نادي سركين بو كو واي كو وسيرسها بعدكم الباقون اذن كان واحد يندخلي دونا كو باقي نكونيا حتى تريد الا لغو ارورو الى خير الوارثين أما تردوا هذا الأورطان إلى خير الوارثين وكوة دحلك هو خير بدر في كل يوم تشيعون غادية وحيري مالين والبوحات سي سغوتيان متسعون أيها حق آخر أتغي أيها لسغوتي أيها والرائحا إلى الله وحق إله أتغي قد غدا نحبه وان غدا أجله كاسو مركا ونحبه سي ودميستي ومارت وقته سي دميستي كو أجشي سينا دماتي فتودعونه واحد دكتان في سدع من الأرض ميل جيحان ودولك آيات جلسان كو ميل جيحان ودولك آيات جلسان غير موسد ميل مركبر كميسان معها ولا ممهد ميل قوغلان معها قد خلع الأسباب أسباب تواكد حبيبوي وفارق الأحباب داد كيو شعرانه وكتغي كو وسكر التراب عيد أيود دقي وواجه الحساب حسابتي سينا وواجهي حسابتي سينا وواجهي غنيا عما خلف وحي وكتغينا غني بكو يايد وما مارت ما هليلي كرايو فقيرا إلى ما أسلف وحي آدي آد فقير ويوبا هيا وحي صهر مرصدي وحي صهر مرصدي أيوبا هيا كو حدا ووالا ليال وحي يري فاتقوا الله عباد الله وردوا ما إلهي وهدوا بك عبصدا
قيل وقبل نسول الموت قيردوا انتين ايدن كود دقين الهي كعبصدا وانقضاء مواقيتي وقت قفكوا انتون الدمان اجل كينو انتون الدمان الهي كعبصدا فيا مغرورا بالدول الامل وارهوين ان كان كود دقن بوري ادي ديلا دير مصورا بسوء العمل عمل كي سحن كفر احسنو كن من الموت على وجل وارقيردا كعبصو بوري فإنك لا تدري محايا لا أدوك مجر نيسد ها متى يهجم الأجل قيردو مركي كسو ويرري دونتو إعدما نيسو مجر نيسد ديار أهو أيو يولي ولا ليال انتا سانكو سوكا قابنا يا إلهي سبحانه وتعالى وحي خيرا إلهي بامهات كله سبحانه وتعالى وحي شرنا من النفس والشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل شيخ هاي نوسف فهيي خير الله سي الشيخ عيد وحن وجهنا هنا نسقولي من هنا واستقبال كبش رمضان صوم كم مركا ولا ليال أيوك واجب يهي بنس يعني ما رتكير هذا دونه وحصوم كواجب كي يهي قفك مسلم كأه رق يضمر با عقل جيس بض قبو قنجار كأه عافمات قبا مقيم ناء النجي كاسا يكو واجب يهي marka soonku fadaailkiisa uun baan wax yahay ka tilmaami doona insha Allah ilaahi subhanahu wa ta'ala sidoo noo sheegay waxa uu yiri ayu haladina aamanu ku ilaahi nabigi sirrumeeyay ee mu'minoobayo kutiba alaykum ilaahi wuxuu qoray oo idinku waajibiyay korkiina soon sidoo ugu waajibiyay ummadinkii idinka horeeyay ba si aad ilaahi uga cabsataan taqwadu marka walaalayaal ilaahay yaani marka taqwadu waxa weeyi waa xikmadda soonka loo bajideeyay weeyaan taqwa waa xikmadda soonka loo jideeyay waana qaayaha iyo yoolka ay tiigsanayaan dadka muuminiinta ah waxdood ay tiigsanayso sida daraadeed ayu ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka yeelay soonka wasiilo weyn oo ah li'daadil quluub quluubtu yaani marka inay isku diyaariso oo loo ay isku diyaariso الله كعبسي الله كعبسي قاسوا وح كستوا خيرك يجمع صنايا صون كأيين كجرناي نبي عليه الصلاة والسلام وحي لحديث ورينا يا أبي أمامة الله رالك هذا وحي وحنيب الرسول كي له يو وحدي أمر تا عمل يا أمر باني بوي نبي وحي عليه الصلاة والسلام وحد لازم تا صون ككد ذا البوري ولازم محايلي وحودق ما صون كاسي مجرب النبي صلى الله عليه وسلم رواية كلا وحود النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصيام صومك يعني مركا لازم وأددال وحودق ما أو يعني لم يده مجرب النبي عليه الصلاة والسلام ولا ليال صونك إلهي سبحانه وتعالى الصقع يسكو يدافي عماشة كلا أوردن إنك علي نو يدافي لكن أما الصيام صونك إلهي سجى نفتي سؤي دافيه ونسبي وحوري عمل كستاء أو سمي ابن آدمك السجى يا وصون علي هداد حج جودته هداد ثلاثة كتو هداد زكاة بحصه هداد عمل خير يا سمي صارن وح أضع سكلي بعود الحسنة بعشر أمثالها هل كي حسنة وحن يعني إلهي سبحانه وتعالى إنه قدر جيا طبعا لاب إلى يتضبب قل الله لاب إلهي مركا سبحانه وتعالى وحي لحديث القدسي إلا الصوم صوم كما هنا أنيقا إياه اسكالب ربي سبحانه وتعالى أنيقا إيانا كأبالين يا أضون كيقا أنا كأبال مرين يا وحي نفتي شهوات كيسي أو جعلابو كتغي عنتدي سيبو كتغي وحنا وقتغي أنيقا درتي أيو قتغي وللصائم قفك صائم كاوحا وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله بفر حدد بوليها قفك صائم كي farxadi waxa weeyaan marka uu afuraayo afturka marka loo soo dhigay waqtiga afturku soo dhawaado naftiisa
وحي يعني مارتي ما يعني مارتي حغير وحي حارانتا كاها دقيقة كهر أي مركب ولا صهر دقا أيو نفتي استفرحد أيو كفر حيا فرحد الله بعدنا وحوي وفرحة عند لقاء ربه فرحد الله بعدنا مركو إله الله كل ما سبحانه وتعالى ركاسو النبي يقول صلى الله عليه وسلم قفك صائم كا ريح دا أفكي سكا صباح عيسى أيا كأدقوم بدن إلهي أكتيسا ريح دا مسكي قبول النبي عليه الصلاة والسلام على وشو مركا أي مران تهي أي باهان تهي بناء آدم كورب جوغا ريح دا سؤول بسانيا أما حق إلهي أكتيسا مياه وحي كأدقوم بدن تهي بول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ركتي مسكيغا أو وحل وحل أديك سيدو وحل أدقوم بدنا أي كود قد بدن تهيب النبي صلى الله عليه وسلم أعماشا كالأورد لولا ليال ووح موغضاء والله وضع أركاي وضطفا يوضع أركيان أما إساقو وصير إلهي ونوغي هاي صانكو وأدون كيسي أدون كيو إلهي سبحانه وتعالى كده حيسا إلهي سبحانه وتعالى يأدون كيسا كده حيسوي صانك مركا ولا ليال آداب بحلي هاي صانكو بولي هاي أدابتا مركا صونكا وحا كمدا صحورتا هرابتا يا كمدا وحا لوسن يقفك مركا صائم كاهي إنو إلاليو يعني صون كيس أدابتيسا إنو إلاليو كو السحور سحورتو مركا وحاوي وشي يعني مركا أمضو يسكوها فقضي إنو يهي شي مستحبة قفك هدو يسكدهين أو نكدن بابينين ونا الدم بكسر راعين لكن هو مستحب أو إنك أيه وحنا بجران نبي عليه الصلاة والسلام وحيوله تسحروا بولي سحورتا وحا كسوغن بركاء يا كسوغن أيوه نبي عليه الصلاة والسلام سحورتا مركا هذا ما حيكو حقيقو بيسا ويتحقق السحور ولو بجرع ماءة بيكبشدة بحنغته يا وهو يعني مارتي وحكو حقيقو بيويان حديث ورينا يا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال وحيري سحور تبوري هابط يعني بيبهد كبتاني سحور تبوري النبي عليه الصلاة والسلام وحاذاب تكمد الصون كاللي نوقب هاي سنها أفضرك أو لددجيو أفضرك أو مركا الله حقيق صدي إذ عادي إنا يدعى قفك أو حقيق صدي إنو مركا بيسك أفروي نبي عليه الصلاة والسلام وحيري لا يزال الناس بخير ذاتك خير كالزول مايان وكتق مايان انت يا فركة ددجينيان وحا مصطحب مركز سؤال مارتي افتركة ان يعني لقو افره تمر وليبا تردمان هدو قفك واينا انو بيها كو افره انك سواحد مداكرة لكالك سحور بقى اللي نصوهر لغو حاجة سامبوسكم بقى لغوهر ريا ماها سيدا السنة دي وحاوي إنه قفكو يعني ما رتي تمرت كوه الرئيو أو يد كوه الرئيويان حديث ورينا يا أنس الله رعليك هذا وحي رسولك وحوها كي كو أفرا على رطبات تمرت حسيدة انت أنو سلاة تكنين حدي وواينا تمر مركاتن حسيدة إنه ما هينو تمرت حسيدة ما هينو تمرت عادي قال الشبان عيسانا هدي وعينا تمرت أيك يعني ما رأسك أفرى بيوري هدي وعينا بيا أيك بنا يا كبشوين بيوري نبي عليه الصلاة والسلام بيا هكبلو أن وحكروا يعني مركا حديثك إنه دليل محوية هاي إن يعني مركا لقوا أفر إن لا أفره قبل صلاة المغرب صلاة أنت أنا تكلين وأنا أفرتها صدا إن صاش يعني يانا الله سمينا يا فإذا صلى قفك مركا وتكدا صلاة دي دبدينا انت دي وحي او باهنا بس قادنيا انت انت او باهنا ايو قادنيا ان وحا آدابته كميدا سحور تبان شيغني تاخير كده ان لا دبدغا بينما لا ددجيل يا افركا سحورتنا وا لا دبدغيا سدا يعني مركا حديث ورينيا انس او كا ورينيا زيد بن ثابت الله رعلك هذا وحي تسحرنا وان سحورني marka anaga nabiga ayaan la suxuranay dabadeed markii nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu u kacay salaadi in meelaha la akhriyo kontan aadood bay u dhaxeysi horaan u seexanayay waan kulkaan iska seexan hadhow tola salaada uu kiciye maaha waa in salaada ilaa waajib ba ku saarane waajibka inaad si fiican u gudato lagaaga raba oo si wanaagsan u gudato
أي لغا دونيا نبي عليه الصلاة والسلام حديث كلا وحجري إذا آذنا آذان كويان لبا آذان باجرة آذان وكان ذاتك لغو برارجون يو وكان لبد مؤذن با يعني مارتي نجري مركو آذان مبو لعبد الله بن مكتوم اسكعونا أو عبا مركو آذان كآذان مبلالنا هعونينا هنعبنا فإن كانت الواحدة منا مركا وحي هيد بيتي مدنا قمده لا يبقى عليها شيء تي وهر شيء أو سحور تي ذا مركا سيقولنا يسي لبلال أمهل ويركا دو كادي بلال بلو كادي نو كادي كل قفو حقير وهروي إلى أن كفار وقص سحور تي ذا مركو وحوي يا ولا ليال آداب تانا والي نقبع هي هي إنا إنو إلى لنو أو أي نكد ذالنو وحكم إذا آداب تا إنو قفك دعيستو صون كيس دهديس وعبا يعني مارته إنه صون كده إنه كده عايزته المركب وأفرها يو يصون كمركب وسومية هدحين عبد الله يعني مارته حديث ورنا عبد الله بن عامر بن العاص وحول النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم قفك صائم كأوحى وهذا أصدق نادي عند فضره مركب وأفرها يو دعوة برياء ما تهجم أن لهديين عبد الله مركا وحا ابن عمر الله رالك هذا مركو افريو كيرا وكد عيسى اللهم اني اسالك برحمتك اله وحن كويديسنا يا نحريستا التي وسعت كل شيء او شيء كسبه واسع نقطي ان تغفر لي ان هذا يعني اله ايدم بدافته انو دعيسه مركو افريو حديث كاسنا وحا ورين ابن عمر الله رالك هذا وحي رسولك وحا مركو افريو كيرا ذهب الظمأ وامتلت العرق وثبت الأجر إن شاء الله. وحذابت الصنك كمذا الكف إنه قفك كجوكسدو وهي يعني مركها لجرها بيد وهي لجرها بيد من هذا إنه كجوكسدو نبي قالنا عليه الصلاة والسلام وحا كمذا وحيابها إن نسكيل لنا اللي وقبها هي غيبة حنتها كمذا ولا ليال وح كمذا ولا ليال بينتها أيا كمذا إنه نسكيل عليه يعني ما رح ترى لها إنه ضد المسلمين تاء وحكشة يجو إنه إسكا إلاليو يد ملك ربي حاران هيد بيش إنه وسيات كان إسا والنبي قال عليه الصلاة والسلام وحوري من لم يدع قول الزور قف عن كتجن هذا اللذ بين تاء يكود دقن كذا إله سبحانه وتعالى ضن كملها إنه عن تذي سي شراب كيس إسكا دايو إن أنا آدو إلى شن الله إنه قبائل شراب الله قام صومية وحلق صومية وام هاي وحلو وحي محرم هذا يا إلهي نجا حرمي من كسومنا إن دها لقى سومي ولا ليال دجها لقى سومي ولا ليال أفقى لقى سومي ولا قى سومي نبي قال عليه الصلاة والسلام حوري رب قائم قفت هاجني بضنا أو يعني مرك قيام كيس هسي أن كده في سنينين يعني سجد مو أنا وحكله وده قف في وحي محرمات كاس كده حق لي هل كنا سجود هاجيو ترى وحي تهجد كيو سجود سنيو سقير سينيا kolka kana wuxuu doonaa iska sameeyay wi ka muxuu ka helayaa soonkaas wuxuu ka helayaa wax weyn kale ma ahe dawa daaliya taabun waruba saai qiyamkiisi wi qof soomaali badan abuur on soonkiisa gaaji harad mooyna wax kale aanan ka helinina badana waxyaabahaana walaalayaal waan iska ilaalinayna waxaan markaa walaalayaal insha Allah ta'ala aan ku soo gabagabeynaya hadiiska nabigeena kaleey salaatu wasalaam way kuma soo koobi karno oo dadka isdaba jooga أن وحليه رسولك عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم صوم أحدكم متكين يعني ما لنت مركا وصومية هي متكين يانو هذا الله حنكو هالدين هذا الكيس هو إلى الشناء والعليا يانو قيل قيلين يون الجاهل نماء اللي سمين هذي وقف عايو أما أولاد قالمو هاي راهضو وان صومنا هاي وان صومنا هاي هاي راهضو وأذابت اللي إنه قبها هنيا وحكم إذا أذابت هسي إنه ضدك يعني مارك تي صدقات كلا بديو صدقات ذا بحين تي ذا إن لا بديو قرآن كآخرين تيسا إن لا بديو أذكارتك له إن لا بتصدق النبي قال عليه الصلاة والسلام حديث كورين ابن عباس وحولي كان رسول الله رسولك وحها أجود الناس ضدك كوجود يغسل البدن كوحوب يعني مارك تي وقف حلصن وجود يغسل ما بدن بوها وحنا وجود يغسل ما بدن النبي قال عليه الصلاة والسلام رمضان تا رمضان تا وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان وحنا لكل مجري جبريل ولكل مجري هبان كستور رمضان أنا قرآن كنا للدرس يجري النبي عليه الصلاة والسلام نبي قوح خير كأبو أرد بنا طب أي شيء إله سبحانه وتعالى نحليس توصو دري أيوه خير بنا إله سبحانه وتعالى هذا الكيك انت أصلا كسو كوبي
كو إلهي سبحانه وتعالى رمضان الله نغارسيو عاف ماذا الله نغارسيو رين رين الله نغارسيو نبت قريه الله نغارسيو كو صوم بش رمضان كفا إذا استينا الله نغارسيو سأل أجلي قد صحابة رضوان الله عليهم وحيا هايان لح بلود إلهي وحي ويدي سنجرين إن رمضان غارسيو لح بلود محي ويدي سنجرين إن ولاي كاقبلا إننا قلنا إنا ساسو كلا نقولنا أيان كسو كوبيا أنيغا صبحي صلاتك نفتان صحيا سجود برا سيدين أرضي صلاة أصحنا إله عمل كيسا أصوبينينا إلا دنين كيسا كساكالية سيدو يلي آخرا سجيسا الله صديرك صارين مدانة سؤاش حكي سهسيقنا سنة نبيك صحنا بدانة وحي صوبان بو سامي آية لعلي صنية وحكا صحية سدكي سقلبيك وسيداية سدكي والد كان سيدين وكدنا أنا غسامي سأوسي وضانا سأرضي دا ساقد كصبح اسكا شاريو سفا شهلي حنكاسو شوغي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبين نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد تحية المباركة إلى سبحانه هذين أولا وآخرا، وقبل كل شيء ما تصوم أن بيت الله سبحانه وتعالى إنه بركانا صنع دويننا بشي بركة سنيد أخرك بالنيد وحن ما هنقى أن والدين تشرفت له سواء جيبا غلو ديري كوما قلنا شاء الله تعالى ونعو دارنا كل إيها والمهم يوم مقيهن وحن قلون أبعو دارنا يكنا أرضي ذا مقن ولو أرضي وقل كرم بذيهن قل كدب مقيهن إن شاء الله تعالى ونعو دارنا سوكر حن عدارنا لو شيخ واوين أو نوسو السعودي أو دحكا نقوه أرسو كردي وقاريو ناشي حسين نور قلن له إيا شغعين إسماعيل وعلم نحو الله يقانو إنتا وانو عدارنا شاء الله تعالى إنتا قد أشيد وحرم هادنا قيناو الله وينين أرضي كدن بيسي إن صوت ديارن هوشن أواه قبلها أو دونتين صوق مقابيين حفلة داس يوحيقا دياريان يا إن شاء الله تعالى سجارة مهنا قينا إنت هكذا شغل عليان وأرك إنسان كل ما أنت أدم وفرح صن هاي أرديني أو مجلس قوتي مضي قروح بدن أو نور كبر حياة مدرسو إن كان ذي كله رح جوان الله أنا رح قليو إن شاء الله تعالى كل مركز جنوا دكتين وحي وحدي قايو يدلك وهايو ده كل ولد كي عنك سكور قبان ومدوق نهاي بارك الله فيكم وحن سوح سوين نوم إن السيح وجنو قاعدة سأسنو مرس والدك يمعنو قاعدة سأسنو وحبا ما صبح إن شاء الله تعالى وهذا ورعا سوكرو وجيح لنا أي أرضي وحاج ترتنقب قوي ترت يا ترتين أو ترتنع رجب بور متك صبح هذا رجس صبح هاي وبرد وان صود وين أجرت مرس كوتشر كم ده هذا قارع جلين وحاصلوا مدي مرس صبح مويان وأرضي مرس صوص عارف تيجي سويان أرضي خلاص وحاج جراد إنه يلي شوقة وارجس كي يمدي أو مروح عنك دمية الصيحة ما هي ذي هو رجس نرجسة أو شيء قارئ عربة كده الأخرية مرام مدي ما تقص عظام أرضي على حفته وده بيجرتها مركا سوالف تروح قوام محل صور سقاط اسمعان لو صور سقاط ضغط هاي صور سقاط كذا هاي حفته بدر ليا إيو أرضي أرضي توصل نقضه وقف عنه نقضه إيو صور سكان يا ده ما تعرف إنسان والدنا تين عيال كيني سأوفر ديان عندما مسينيسو داخل لغة ده نتغنى خطاب كعايا wixii dadal wax baraayay in akhlaaq kugu tahay maatayna marka inta guriga joogan waa ogtiin dhibaato inuu hayaan laayo kama taa arkaysan Soomaali aaminsiinaynin cid ay dhex joogin waa ku aska aamusan ana waxa ka wadnaa waa akhlaaqda iyo waxay baranayaan weeyaan iyo diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala baranayaan kitaab ruuxa jinna weeyaan maray taawar waa adkayayna wanaagu dheela Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka waxaan booray waalidka qaanta is qabsano oo nala is xusan inuu suudeen waxaan kala mahadnaqayna dadka ay naga maqanna waan u codaarnaa insha Allah ta'ala kulli farxad dad wax ka sagaan soo xalow aan karaayo
aad baa loo mahadsan yahay ardayda subxaana tacaala waxaan weydiisanaynaa arday yar wax akhrinaysa iyo kuwa kale joogaba isha ilaa iska ilaaliyo isha waa xun tahay marka soo arday soo kacaan oo akhriyaanna inaan maasha allah nidhaahno oon u ducayno kulli waa tusaale weeyaan iyaa wax yaqaana maahayna kuwa kale fadhiyaana waxooda garanayaan laakiin qaar maga soo qaadan insha allahu tacaala si loo arko waxa la biraayo iyo yarida waxay tahay mara insha allahu tacaala waxaan isku dhiirigelinaynaa inaan kuwada daalno kowda fays markaska kolla awqaada ogolaan iska ogtabaaruuti waa 7-11 oo beriga aan lahayn geli dambana waa 2-10 maxaa yeeday 4 barka hadda waxaa bilaabmay dumar waaweyn oan u dhigay hadda furnay oo bilaa gala maxaa yeeday 4 barka ilaa maqribka insha allahu tacaala bacroon waxaa leenahay baca maqribkana dumarka ugu faa'iideeya laana hooyadii ilmo ku dadaalaysa iyada waxaan baranayso marka iyadu horta waxbarato weeyaan hadday wax badan barato ilmi waa saxaysaa ilmi dadaalku ayuu ogaanaysaa dadaalka ku jira ogaanaysaa qaar oo kale macalin qur-aan u dhaqaajiyo suciska daa suciskaba ka wajoojiyo qur-aan ha wadayn mahayo de muxuu ilmi markaa baranaya mara suciska laga daahayo inta oosan soo iloobaya cadh wuxuu noqonaysa oo gogabaa inuu soo baxo marka insha allahu tacaala waqtigaa ka faa'iideysa insha allahu tacaala dad faa'iideysaayi wixii kale insha allahu tacaala fikran iskulamaynaa ku dari doona marka iska hadday haddaan noqoto hadday waxa kale noqoto insha allahu tacaala waan iska soo warhaynaa insha allahu tacaala aad baa mahadsantiin saad noo soo ajiibteen ilaah subxana watacala waxa weydiisaynaa socodkaa soo qaadeen ilaah subxana watacala kaasaa inagu daro dembi inaga dhaafo ilaah subxana watacala saan qurux badan nahayna inuu nagu kulmiyo fi lfirdows lacla maca annabiyiin وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ريال أولا وآخرا وحمد الله نسقنا تي رب العزة إنه أقول هذه قوبتا كوق روح بدن له ee magaraysa masaajidka qurux badan leh ilaa subxaana wa taala mootay noo ogolaaday inaynu moogtay goobta nimaadno ayaa subxaana wa taala mootay markii hore mahad leh marka labaad waxaan mahad ballaaran aan u jeedinaynaa walaalkeen macallinkeena sheekh mahad cumar aadan iyo mootay ardayda iyo waalidiinta sharafta leh intaba waxaan leenahay salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalayaal intaa dabadeed maanta barnaamijkani wuxuu daarnaa istiqbaalu shahru ramadaan almubaarak buu daarnaa mar le insha allahu tacaala dee waxa ka hadashay culimada aada uga hadashay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baraynaa innagoo caafimaad qabnaa nabad qabnaa ilaahay subxaanahu watacaala moogta bisha qaaliga inuu mootay na gaadhsiiyo ma garanaysaa nebigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam man qaama ramadaana iimaanan واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ساس النبي عليه الصلاة والسلام مركا وحي فضائل يا وحونا جيدا علم هذا قادش ان شاء الله تعالى وحن قال يا دور كلمدود ما توحنا كينا موتاي موتاي نبات كقروح بدن له يا ارضيلا يا شعائر كموغدا وحا سودا مو حكا دمبيا استل شي انا كينو دي معلنكا حدا ورقتو ميل قروح بدن meherad fiican haddaad aragto dee dadka joogaa fiican oo aqoon leh madarasad iyo ma garanaysaa meel wax lagu baranayo haddaad aragto ma ardaydu mowtay qur-aankooda tajwiidka tarbiyada akhlaaqadoodu wanaagsan tahayna dee macallin fiican oo qudwo ah oo mowtahay murabiya ayaa ka dambeeya sheekh mahad ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo waxa weeyaan madarasada xaafadda ku taalla nidaamuddiin stalla sheegay waa farci saddexaad oo magaraysaa madrasada waxay maraysaa farac saddexaad in maanta marayso moogta u ballaaratay waxaan arkaynaa in ardaydu dee tajwiidka iyo taxfiidka iyo tarbiyadaba ay meel fiican moogta ka marayaan macalinka sida la sheegay een ognahay xagga diinta aqoon aada u sareysu leeyahay khaasatan xagga qur-aanka oo waxaad arkaysaan tartankii la qaaday ee moogta madaaristu galeen madrasadan hanu fadhino meel fiican bay ka gashay taana waa loogyahay waxa kale oo mowtay macalinku mowtay masaajid inaan joogno isagaa ka imaama allah barakeeye shanta salaadoodba dee sheekha agsiida gacanta ku haya waxaan arkay oo anu mowtay masjid ugu soo tukado inuu qur-aanka marba soo bilaabo oo mowtay suuratu baqara ka soo bilaabo ilaa rabbinaasi soo gaadhsiiyo taasina ma garanaysaa waa cilmigiisa iyo
قرآن سيدو كي هاي وها كلام موت الشيخ أو دار إنه مسكين ترى خديم كي هاي دي مقرر ساعة طبعا مقرر وها صو موت هاي إن موت هاي إن موت هاي علمية إيه موت هاي مقرر ساعة قرآن كي إيه مساجد كي با ده موت هاي وها قولنا الشيخ مركا إن موت هاي جارس فربضان أيان موت هاي أردينو أما موت هاي مدرسة دول ما هي مركا موت هاي معلن كا ولا نداير أوقف مركو موت هاي داير يهاي iyo markuu xooga soo shaqeeyo ee uu soo yar daalo isma ma qof markuu firfircoon yahay ee moogtay shabaab u yahay uu moogtay daayar yahay cilmigu soo buuxo cid uu soo saaro waxa noqonaysa bismillaahil kariim tafay noqonayaan taasina ma tawararka ina ilaah subhanahu wa taala barakeeyo ee moogtay waxan moogtay xaafada leenahay ee waa janis farabadan meelaha kale ma yaalaan marka insha Allah taala macallinka inaanu ka faa'ideysano umba moogtay ee waajiba waalintana waxa leenahay ee magaraysa wax moogtay waqti la siiyo oo moogtay shirin lagu bixiyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uu qaarisan kitaabkiisa neema xadu xulay calayhi salaatu salaam inna allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yadha'u bihi alakhirin ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraankani wuxuu ku ciseynaya cida qaadata cida barata ee moogtay cida ku dhaqanta cida xafida marka insha Allah ta'ala waalidinta waxaan isku boorineynaa inaynu caruurteena aynu quraanka ilaah subxaanahu wa ta'ala xafsiino hayaabaha kale moogtay maadigu waa xagga dambe laakiin quraanku isaga aqoon walba ka horeeya ee moogtay waxa tahay nagu yar magaaladeena ee magaraysa arday waxa fiican markuu hingaada iyo akhriska iyo qoraalka fahmo in iskuulka loo xiraa fiican oo moogtay laba sano ama laba sano iyo bad tahfiidka madrasada gacanta macaaniga laga saaro oo moogtay wax arkaysa ardaygii oo ku soo baxaya meela aan muddo kooban marka moogtay maadigani maanta de dib jidow arkayna qofkii oo dugsi sare ka baxay ee moogtay jaamacad dhameeyay ayo moogtay iska tawaxsano roogintu xirta meelahan wareegaya laakiin billa aleikum qofka quraanka xafida ee waalidkiisa quraanku tarbeeyayo ee quraanka la xafsiyo wallahi thumma wallahi saa u qaalisa kaas khasaara ma ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta qiyaamaha خير وين مقاسينيا سيدنا وشي عليه الصلاة والسلام ما أنت قيامها اي عرسات القيامة لجوغو قف كي قرآن كا موتاي والد كيسا والد كي عروتيسا قرآن كا حفظ سيي تاج باللوحرا سيدنا وشي عليه الصلاة والسلام اذو قروح بغن هذا ما هي المهم هذا ووالد كي عروتيسا قرآن كا حفظ سيي دويلا اي حفاتك لك اي هبله قرآن كا لسمعيني اي انما دو قرآن كا براي اي حافتي سهيد متدين ما حافظ موقتي مسلسل كأيو عيدا إيو وحاس كسعودان ما كوري والبو إسلام وحلق ربا إنو موقتي قرآن كأي دين تأي كأغناتو تاسان قوه لينا باركو إيو موقتي دقنان مركاو إشاء الله تعالى قرآن كو برشدي سوارد وحلو ديگا ما وح والبو قرآن كأغور ري مركاو إن شاء الله تعالى حنيقة تغيا بلين موقتي مطلبة مانتان قادنا فيعان تكسير دالان قادنو ardayda loo sameeyo qay tahfiida oo la xireeyo oo macallinka gacanta laga saaro oo moogtay laba sano ama saddex sano madrasada lagu xireeyo waxa soo baxaya ilmo quraanka si walba bartay qiraa'aadkii si uu tasxiixi wax walba bartay oo moogtay meel walba maraya oo tartanada caalamka deegalaya taasina ma garanaysa waxa u baahan tahay juhdi iyo dadaal ee insha Allah taala waan dheereeyay dhamaantii wax leelahay macallimiinta iyo ardaydaba وحن يتقيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يطوع اليتيم ولا يحض ضو على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون أرضي واحد.
xanunay aqoontiyo cilmiga lagu wabaabiyo asluubiyo dulqaad eebesiyayo umadoodhamid kuwaas xanfaxo ku adkaystayo lagu wada oye uwixii dadka uwadkii dadka indida taw mabad gunna awaw kare intaw sa'du kadabana ogye kuy talaya nimanyaro waflahay aranka kiyo chirkay malayaba madusna wud tawo ayawan uwihi dadka uwadki dadka indi dadta umabad kunna ditada miga afaysaniya iman tadahan hadul kadivay elba kadaran adaynan ugaad waqon huma aniya qabiil makasanna uwihi dadka uwadki dadka indi dadka umabad gunna ha Quraanka qiimaha u leeyahay iyo diintu qiimaha ay leedahayna isku sheegi mayno inkastay Soomaalidu ay tiraado macnaha waxaa soo dhacay oo Soomaalida laga dhaadhiciyay gaalkii Ingiriiska ayaa macallinka Quraanka dhigana dawladda hoose mushaarka ka siinaya oo wax yaroo shilima yar macallinkan dhiida ka xidha ee timaha sidaa u dhaho biid baa la odhan jiray sidaa u socdana nuucaasana ee ciddiyaha dhaadheerlana wuxuu siin jiray lacag badan si uu diinta u dabargooyo diintuna maba jirin wax dugsi la yidhaaho la barto qura diinta islaamka ka horreeyay gaaladu xitaa ma lahayn waxaa loo sameeyey iskuul si diinteena lagaga hortago wuxuu ahaa difaac diinta lagu difaacayo iskuulkani marka dambuu baa cilmigan maadigaa la helay cilmiga maadigaana waxaa laga bililqaystay markii tartaarku soo galay baqdaad iyo dhulkii muslimiinta waxaa soo dhan nugleer haddii la sameeyo wax kastoo dhaqaaqa giraan wareegta waxaa muslimiinta hortaba sameeyey doonbad ku dhacda ciraaq baa lagu sameeyey umulqasr baa la umulqasr doontii u horreysay bad ku dhacda ee lagu shaqaysto tii u horreysay ilaahay ummadda kulku rogana nabi nuux baa sameeyey islaamka awooda iska lahaa islaamku markuu dariiqii ka leexday wuxuu noqday mid cufa ah oo dib u dhaca oo gaaladii hoostaga waxaasina maaha diinta xaggeeda kama iman kitaabkana kama imanna bilaadmigu ka imi dadkaa geystay haddaan markaa intii naasi nin waliba uu kitaabka qur-aankaa qabsado oo u xafido ilaahay u xafiday bal waxaad soo eegtaan innamada diinta un bartay inaan fool xunoo dadka saxaadaya carba soo hela wallaahan leheri inanka maadi un bartay ama waa tuug ama waa beenaale wax kasta hadduu qabto jaamacad kasta hadduu dhigo wuxuunbaa ka siiya meel baa daloosha dee meesha dalooshi iimaankiisa iman kaamilahayn waxa iimaanka kaamil ka dhigaa waa kitaabka qur-aanka iyo xadiiska nebiga waxaan leeyahay anugu intaan garanayo maanta haddaan garanayo a inkastoon agoon ahayo aabahay anoo shanjira dhintay dee waxa weeyaan haddana meeshaa doonaan ka soo baxay isagoo anigoo markaa dugsigu qur-aankii uun dhiganaya oo jiskii koowaad dhiganaya ayuu aabahay dhintay agoon baa noqonay sagaal baan agoon ku noqonay sagaal nin iyo lix hablood afar bahood baan ahayn dee waxaa dumarkiina oo xarafsi baa la galay hawshaasaa dee dhacday maanta see kuwa jaaniska gurigii hooyadood joogaya abood ee qur-aanka beenta ka sheegaya ee war iskuul ma tagtay mara madrasadii halka kale kubadda dooranaya ee waxaa dooranaya kuwaasa yaan u sheegaya on laha iskhasaarinina qofku qalbiguna laba male qalbi waa dhud keliya dhinac qura loo abuuray dhinac qura ayaa loo abuuray dhexdhexaad ma noqon karo diinteena dhigaysa xaasas badan ninkiilana dhibi waa u joogto godabaan dhammaan buu ka dhexlaa dadkiisa buu dhaalaa naxariista xasan sheekh muumin
معنا وابهب لا يو وابهالك قبيالة لغا بلاب إنك سين الدين تو قلين هدنا قبيالة دار كاسا لغا بلابا دو مر كان بلابا أو دو مر كوحي دقنو لأيين إنا تو حي دورسا إنا إي ولا الكيت لبا دو مر قرسدو إيا دانا إن لغا قرسدو ما دورس ولا الكيت بحيو كوش سينو لبا ننكو هبلاوت قرسدو ولا الشيد إن لغا قرسدو ما دورس بل قبيالة دا دو مر كيك بل وحي سمين ياناك وحويان دادك أبريقو دين توانك غفي عناي ميد بيسينك غفي عينو ناق والبوح يكون هذا نكيه دب وارقوسه إنا كي قد نبرك اللي قدلي كلان قابو نقني وحويان هداد إن أوضا ياشا فالصحران وي عرساق ذا بضن وحبضاني عرورتا بضن دادك أتسك إلنيسان تهدي كلان لان قابا تقوري سالة دوية دوحا اللي سكوك ميستا وادده تدبا اللي سكوك ميستا تدو مرونا إنك عرورتا فسحة وضياشة وداية اختيارك إلهي بأي ونكو في اللانيان يعني. أرساق دانا ودتك بضان باكينا ناك تردك عناقي سا أرساق بي وضتها هادات سعيني قلساتنا عيني بولايكو قلين وضياشة عيني هكالينينا قورك وفسحة هابلها العقب دانا كو حدنا وضيا دينا ديدن أنو أبلان لا يافر أبلود وضي قال لي وضي قال يسوتو انت الدين لوانو دسايا والله وانو دسايا وضي قال لي وضي قال لي وهاي باي مخلي يعني مكا وذا اللي هو ذاك الدين لا إيمان لا في عن عبادة تكون في عن شقيستون ودسيا إن سد بعض بعض بقراره تين تدعى يوم ودسيا بع هدو سك زي صدوم وحنيش يا مركا واد وانا سنتين إلى هاي معلكا قرآن كا تتكبر يقيم وين بولاي هاي هدو قرآن كدر إلى هاي كبر أو وحي وكا وكوايا أولايا أو نورن كاريين او كباب كدما او اسكوجيدو وحر وح لا قاتن او وح كوبخينن اسغا او قيمه بدن قران والله اسغا او قيمه بدن ني اردغا والدك يا معلمك دعاء كهلا ميل كبا سو نقدو ميل لبا ما سو خريسو مركا وحن الله اردي فايديست مات فايديست ابين يويدين مخلا معلمي كره مخلا معلمك هو هويدي يا ابي لبا نكي معلك بين الشيغة أبينا بين بو الشيغة وحالي وحالي يا مجر رمباني الشيغية إيمي كاد أكتاس ورد بذن وحمق لي يدلين ووين يكوى ير يربا نمو الله با إذا ابتادا يسرفتا فارح يري وكاين غير مدرك سواء غير قراء ساب كتاب كستون أخر السنة نار كاسو فرديا مسايد كما بحو مدرسة داشو جوغا وضياشي ووين بو كسلات في حيه تدنو عاسان لو بهيه إلهي بابرباري واقول هو يدي أبي بوديتن كم ده أجيب ولا جوا كم ده خير خبر الله كم ده وانو تعويا إنما ده روي صاد سان مركاتك كون أكسن والله أمانة إلهي بأمانة أنا كون وأنا أمانة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوريسا دوكيرا رحيمة رحيمة دودا ما دو ريك أسراري دوري سافد حساء دوريسا دودا ما دو ريك أسراري دوري ما دو كيك أسراركي دوكي رافض حارا دوكي را رودا ما رو حيك أسراحي روحي ما فضحا ما روحي ما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله ورا لله سبحانه جل وعلا يسام هذله إن سوكا كان بيت من بيوت الله كمذا سيان بشي رمضان خير كبدنا وقابلنا ما شاء الله وجوهنا يهرف رضا أدبا نغفر أحسن هاي سيان قصة قيب قلي حفلة ده صاحبك يعني شغمهت هذا صاحبنا هاي ويسوونا تجيجا يقوم يدي بشي سقالات مران سوقو يمني إسنا إلهي ويوافجينا كسوق يبقالو حفلة دا وبشي رمضان كسور دويني مساجدك عرفات ما شاء الله بان لهي آد من غفر حسني وجوه دا إيا أرضي دا أخلاق دا كم وقتا إيا والدك احترامك إيا وقتك سوق الهين تضبا دي وقت سوق الله يسايجرين آد بان أبو مهندق إياه وحن بوغادين إياه أرضي دا قرآن كبرانيسا آد بان وحلا وفر حوي وحكا قيمة بان قرآن كاسمجر ورعليان الدنيا دا واسكر لامانيسا فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت فيها
كفيك أو كحلمك إذ حلمت أولي يا شاعر الدنيا مالنا وفرح يسا مالنا والمرسين تهوي وكذلك الدنيا ولا لا وحي لم تهوي هابانك مرك الرياضة روتي وحكرة تمي وشربة الدنيا نواصل سكر ولا يال مرك وحل لضاني ولا لا الدنيا تجون نكفى إيدي سنو خيرات كي بركات كده حيا لكفى إيدي سنو بشي خير قبل نصاص على كفى إيدي سنو حال الدنيا أولادنا إن ديته كتر بيضينه إن القرآن كبرنا إن ديته برنا الدنيا بصار مرينا ولا ليال الدنيا سوى لقتها يا لكن هذيك وحقوش في عقادي ما أنت يوم القيامة إتاج كوحر وحوي عيالك على القرآن كعبرتي أنت عيال القرآن كحفدي سيد كواس كإتاج كوحر ويا لو ود من رافيا دادم من قشنا ولو ود من رافيا حالها هي والدك عيالك إن الدين تكود دالان وحن جوا جيجيان جوا عنيبو وحضر كيسا أفرت صبحني ما ذاك قال هذا هنا كان يصدق الله يعني عيال كي يبغى وضع عيال كان نقل نحن تيجي وضع وقال هذا أصي كله هنا يلا يمشي إن أنا صار صبحنا ذاك عصوا دحم بعض المك عيني صلاة الصبح وحاذو قيمة بدويا نقول عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح بكت المامي الله وضع هذا كهر إن الدنيا دي وح كل حجر دلار كل حجر إنك قيمة بديهين سال أجي دولا ليار إن أنا عيال كان صلاة كتر بين الدين تكتر بين وهذا شيء آذو قاري وكان فعي وي مركا وددك يدد كان فعي لها صوكر يوي إن الدين تكول داشو أو قرآن كول داشو أرضي الله إن قاد آخرين سادان ما أنك سادو قرآن كريلا آخره واسكب برانا سبحان قبي هذه أولاد والدين تنا إن القرآن كبرتان إن الدين تبرتان يقو عيال كالوا يبرن كرا قرآن كوريا ووقت قاعد هبي سوي قان كاجوي هذا بعض عزيمة الله هذا يقو عنك الله هذا هم بحكم برهن يسوي مركز سال لا تجد ولا ريال الدنيا دني ما ولا ريال من لغواري ما لا يرفع الغني لواء مال لا أنت لواء عنك قد رفعته نك غني هذو مال كيس كرو قاضو على كيس هذو نعلم يا على كيس كرو قاس ولا ريال سال جدي وحلو بانه إلى سبحانه وتعالى فضل جاو كوسين عيالك وقرآن كوب برتان قرآن كي حفظيان دينتي أي برتان حلو به يا إذا وتكفر حسا وتكفر حسا هذا وتكفر حسا إنه كأجيو مساج كي فردية القرآن كبرني كوسو دعينية هذا وتكفر حسا لكن صور نحير سوق صعوبات كنا حسا والدين بضم هذا نحيب يشير ولا ليه أو ما تعيالك هو يدي بيان أنت أصور دي بوك إنسان يو أنت أصور عيال بتخرين ليه لكن هذه أولاد هذه القرآن كي كودة جنسا كوح في ديسا ما شاء الله ويوحى لغفر حول ليه وحاله مرسجو aad buu qurux badan yahay wajuhu ay hor fadhida akhlaaqdiisa ka muuqata iyo wararkay walaalay oo ay muuqata waxa loo baahan yahay waalidki iyo macallinku inay qacmaas qabsadaan halka ma meel lagu gaaraya ciis iyo sharafna diintaas lagu helaya waalidow diinta kula dadaa ciyaalkaaga diinta ilaahay qacanta qabsada quraanka ilaahay wax ka fadli badan ma jira walaalayaan khayrukum man taallama alquraana wa allamani wa alayhi salaam kayna ugu khayr baan waa quraanka barta dadkana siibara ilmahaaga iyo quraankii bartay oo dadka si baray wax ka wanaagsan ma jiro walaal ah wax ka khayr badan oo ka wanaagsan lama soo helay walaal nabiga naxariis sallallahu alayhi wasallam uu sheegay marka awlaadadu say dadka quraanka u baraan way inaad ku dadaashay insha Allah ta'ala oo masajida ku xidh ciyaalka masajiga xaafada ku dhaw ha u diidina daaha tagi meesha tarbiyada laga qaato ee laga qaato akhlaaqda oo masajida walaal meesha wax lagu barto oo masajida walaal salaaji waxa loo baahan yahay ciyaalka masaajidada u diisan u diidan walaalayaal daa masaajka tagaan oo xaafada ku tarbiyada saa u tiganeysa xaafada ku bar oo la qabsanay mar walaalayaal na salaad markaa tukaneyso oo shanta salaad xaafada ku la tukada way oo soo u soo weeyseeso weesada barta way salaajiga waxa loo baahan yahay walaalayaal inaan diinta ay subhanahu wa ta'ala ku dadaalo ciyaalkeena diinta ku ba tarbiyadino waalidintana waxa laahay waqtiga madrasada loo furay inay ka faa'iideystaan quraankaas intay baran salaad ay iska saaxan inta quraankii salaad ay ku tukanayay salaadooda ay saxaan waa ajid muhiim ah yaan bishii rabadaan waya food inagu saaysa waa inaad u diyaar garo bishii rabadaan saa sadaqada wala bixi lahayd masaakiintana walaal ila caawiyo marka bishii rabadaan saa ugu faa'iideysato haday markii hore ku dhaaftay iyana ku dhaafin qiyaamkeega qiyaamuleelkeeda ducadeeda fadliga ay leedahay bishii rabadaan walaal yaal nabiga cali sallallahu alayhi wasallam ilaahayna wuxuu yiri wa ana ajidi bihi ana ka baal marmiya ah marka soonkan ilaahay baa isku tiiriyay amaashagan uu aadan baa sunnaatay wuri marka waxa loo yeeyay bisha rakeysan ee fooda ku saayso inaad sadaqada ka faa'iideysato masaakiinta caawinteeda ka faa'iideysato qof hadda afadirta xabad biya u iibiso
أجر كيس وكلا أجر كيس وكلا يالو قرية سأل أجر وحل باي مساكين تناول ريال أنا كورها إنه حافظها جارك إن سحورين إن أفتير كهيسن إن أنا كورها إنه برزق إن شاء الله تعالى بشي ربان بقادي إن عيالك الغصة تربية ديو إن معاني كديبين كل ولا شيء دقي لعشان تون كهاره إن عيالك لو طاب برسونك شن عشاء إنه قصامة لا عشاء إنه قصامة إن كيت دوجير دافي إنه لا عشاء قصامة صدع عشاء قصامة وأي وتوبر ولا ليه وتوبرني يوي ولا وتوبر يا صلاة دين وقف كيت دوجير قال إن لو توبرني ويا عسلا سامي طبعا كان لو قرعي سأل أجي يسون كينا إن لو توبره طبعا كمل قارنا لو توبر ويا ولا ليال ما كان واحد لب بعيا ولا ليال أتبع نقوم هذا قيا أولا والدك كسر قيب قلماشة وأنا أود عيني يا وحلاه أد جزاكم الله خير الجزاء وحلاه هرئوس على وطلاب صدا أولاد دين ملف عمي قارس إن شاء الله وتعالى وحنا أقول رجينا إن شاء الله ملف عيني قارئ إن دين تيفانسيو طريق حقه إن الله إنه قصر عن رجينا بشار رمضان خير يا عاف مادي الدجنان إنه لأنه قارسيو كيف كفاية الخيرات كي بركات كي إلهي إنه نقارسيو إن شاء الله وتعالى وحنا كجرا هبا وح كقيمة بدن سديتني صدح هي أفر بلاط كقيمة بدن ما كجرا ولا إن هذا جو فائدة سنو أن قلت جو حرنا ولا ريال سيد هذا جود ذا اللي هي سامبوسها وقت يدوي سي وقت إلهي سبحانه عبادين سنة كلا سهرتوه ولا ريال إنه سامبوسها حافظ يوحك مشغول يا ما إن هذا كجف فائدة سنو بشر بدن سيد هذا قابل اللي هي ذكر ياجا حضو يرى عبادين إلهي سبحانه وتعالى أدبر يسدو على بريس هذي إن هذا بيسلو بايمان وايوا بالخير قبا نيكا صدخ قف نبي عليه الصلاه والسلام وحي دعاده ولا اقبل يا نيكا صايم كا مركو افريو دعايسه ولا اقبل خلين افرها يا والدك دعايسنا ولا اقبل يا يا نيكا لذلميي نيكا لذلميي دعايسه وا مستجاب نبي عليه الصلاه والسلام كتمام سال اجيت انت تم مسلمين تا ودعايسو انو الى دينته كسو مساكينتا لا ديبايو غزا انو دعاينا يغنا الى سبحانه وتعالى ديب كسارو الى سبحانه وتعالى هو هيليه قالاداس دغته كو هايسا أعوذ بالله يا مريم صلى الله على نبينا محمد وعلى سبحان ربي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء
قالت إن أبي يدعوك لي قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل